هو المطلب نفسه في جميع مدن العراق، مطلب واضح لا يشوبه الغموض، صدحت به حناجر المتظاهرين في شوارع محافظة واسط مطالبة برحيل رموز الفساد الذين أوصلوا العراق إلى حافة الهاوية. استشهاد متظاهرين في مدينة الكوت برصاص القوات الحكومية مطلع تشرين الجاري كان بمثابة صب الزيت على النار المشتعلة أصلاً في صدور الثائرين، فلم يزدهم القمع إلا إصراراً على مواصلة انتفاضتهم لاسترجاع وطن غارق في بحر الفساد. لن تقوم قائمة في هذا البلد طالما تحكمنا الأحزاب. أساس البرلمان هو الفساد. إنه وقت المنتفضين كما يبدو لإزاحة الفاسدين وأحزابهم وميليشياتهم ومحاسبتهم على ما اقترفوه بحق العراقيين طيلة السنوات السابقة. اليوم يوم الحصاد، اليوم يوم الحصاد، اليوم يوم حصاد رؤوس حيتان الفساد. بدون حصاد حيتان الفساد لن يتغير شيء. ولعل هذه اللافتة لأحد المنتفضين وضعت اليد على جرح العراقيين جميعا، ولخصت مطالبهم في استعادة عراق حر ومستقل وبعيد كل البعد عن التبعية.